أنا للا البيا، أنا ذهب بالرملة وخضار الأرض ودقة القلب، وأنا غدوة الزاهي والمستقبل الباهي، وفي حياتي صحتي خير من مالي وخير من خرسي وخل خالي. مع حياة البيا برنامج يجيكم من الاثنين للخميس من التسعة حتى للعشرة متاع الليل مع سونيا جبالي. رمضانكم أحلى على الحياة فين. صحة شريبتكم، إن شاء الله صيامكم مقبول وذنبكم مغفور وربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. مرحبا بكم. وتقعد المرأة التونسية رمز المرأة العربية، هي سيدي التونسية معروفة اللي هي مرأة عصرية وزادة منها برشا ريفية، والمرأة الريفية
مدينة القيروان وما جاورها، ونرجع لكم توت سويت ما تبدلوش الموجة. رمضان أحلى على الحياة فام. تيرت ساعة كاملة باش نحكيه على كلامنا القديم، كلامنا الزمني، أمثالنا الشعبية اللي ما تموتش وديما صالحة لكل مكان وكل زمان، ديما نفسروا العبرة وفي الآخر نخرجوا بالحكمة. ونذكر بالمثل متاعنا اللي متاع اليوم اللي يحكي ويقول: خذ بنات الأصول لعل زمان يطول، وبطول العشرة تعرف الذهب من القشرة. كنا نحكيه في أول حصتنا على المرأة التونسية، على المرأة التونسية اللي وقفتها ما وقفت ما تنجمش تمثلها بوقفة حتى حد، اللي معروف على نساء تونس اللي هما نساء ونص، معروفة بفيانتها بثخامتها برقتها بحنيتها، لكن بشموخها وبجذورها وبالثورة متاحة وبالمجاهدة اللي تجاهد فيه في سبيل الله. كيف ما عنا المرأة العصرية، عنا زادة المرأة الريفية اللي ما تقلش أهمية على كيف نسام تاع تونس الكل، ولا نحكي ولا على قروية ولا بنزرتية ولا تونسية ولا قصرينية، الكل نتوانسة والكل نسى تونس ونسى تونس ونص. ايه يا سيدي، نسى تونس دي ما تلقاهم في الصف الأولاني، هذاك علاش معروفين بالأصالة اللي هما وقت يجد الجد تلقاهم يد واحدة. ولهنا نحكي على بنت الأصول، أكثرية المثل هذاك هذية تاع اليوم تحصتنا يخص اللي هو العلاقة يكون الزوجية ما بين المرأة والراجل، كيفاش ديما ناس بكري يأكدوا ويعاودوا على مخفة الراجل بنت الأصول، على خطر نعرف اللي نحنا مش سهل تكونك العشرة كدوم. الحياة الزوجية فيها برشا صعوبات وفيها برشا تحديات وبرشا ابتلاءات، الصبر فيها ميزان من ذهب، ومش بالساهل باش زوز يتفاهموا ولا بالأحرى يتعاشروا في كنف الاحترام والثقة المبنية مبيناتهم اللي ما يزعزعها حتى حد. اليوم كيف ما قالوا ناس بكري، ايش يرجع تبيعة على تبيعة، تلقاها هي متربية بطريقة معينة وهو متربي كيف كيف بطريقة أخرى، ساعات بينتهم برشا اختلافات في التربية، في النشأة، في المجتمع، اختلافات اجتماعية مادية تربوية، ولكن الحاجة اللي تجمعهم هي محبتهم الصادقة والمكتوب اللي يغلب. ومن بعدهم تجيب تبيع العشرة اللي ما تهونش في ساعة، العشرة اللي صعيب شكون يعرف قيمتها. وكيف ما يقولوا، ما إذا ريت زوز متعاشرين راهو دهك هلا واحد منهم، تلقاها مرة ليه ومرة عليها، وتلقاهم كيف القفايفة كل واحد شادد وذن. وكيف ما يقولوا ناس بكري زادة، يقول لك حمل الجماعة ريش. إيه يا سيدي، الحمل كي يبدأ ثقيل كي هز واحد بركة يتعب، لكن كي يتريتحوا عليه زوز أكيد كل ما يتعب ويرتاح ويعاود يقف على ساقيه ويعاود يهز الحمل. إيه يا سيدي، هي كي تشوف هذيك هي حتى دنيتنا عمرها ما كانت مستوية، نهار ليك ونهار عليك، ومرة الفوق ومرة اللوطة، وهذيك هي الزمان وهذيك هي دنيتنا، تعلمنا منها برشا حاجات. التجارب ذوما يمتحنوا فيك، يمتحنوا في الصبر متاعك، يمتحنوا في الحكمة متاعك، يمتحنوا وقتش تتغشش، وقتش تتكلم، وقتش تصبر، وقتش تسكت. هذه الكل يتعلموهم بالتجربة، حتى لو كان حكاوا عليهم ناس بكري مهما يكون كلامهم يقعد يصبرنا، لكن كي تعيش التجربة تحس روحك في دنيا أخرى. محليها العشرة الصادقة المبنية على
مستنيه في غلطة بعضنا باش نبدأ نحكم عليك وتحكم عليا، تقولش علينا نلعبوا في دور المحامي والقاضي، وزعما إيش باش يحكم عليا، وزعما نجم ندافع على روحي، وتخنى في هالمتاهات ذي اللي ما تجيبش في حتى ثنية، وكل ثنية فيها مسدودة على خاطر المخ ساعات ما هوش ريكس، وبالحكمة مش مليان، وبالصبر ما ذيق منه شيء. نحنا صبر ولا عنا بالمنجيلة نحسبوه، ايا صبرنا سويعة سويعتين، ايا نزي فيه البركة في صعمة قلقنا وفي صعمة فدينا. فمع بيد تصبر شهور وعوام وسنين، وصبر صحيح لها حدود، اما في العشرة ما عنده ما يدوم. ايه يا سيدي، على خاطر عشرتنا هي كلها صبر، وصبر على صبر البنادم يولي فيها حكي، يولي هو يعطي في الدروس وينصح في الصغار، على خاطر باش في كبرهم يرتاحوا، وكيف ما يقولوا اللي ما عنده كبير يحير تدبير. ايه يا سيدي، اللي ما يسمعش كلام كبير وما يعرفش تدبيره يبدا طول الوقت وهو حاير ومش عارف شنو يعمل، وساعات تبدا الحل قدام عينيه وهو مش يرى فيها على خاطر ما لقاش كون ينصحوا بها. ايه يا سيدي، بنت الاصول هي اللي تصبر، اللي هي لا تكل ولا تمل، واللي هي ديما تعبها مخلوف، واللي هي بالكلمة الطيبة طيبلها بها خاطرها تنسى بيه تعب سنين.
شقولك سي دايما وكان نخرج هكا بغنية تعم 66 كيف نسمعوها مع بعضنا ما تمدلوش الموجة اقعدوا على 93 هانا تتسويت راجعي كل اثنين الخميس من 9-10 متاع الليل تبقى لنا ربع ساعة نذكر بالمثل متاعنا متاع حصتنا اليوم اللي هو يقول خذ بنات الأصول على زمان يطول وبطول العشرة تعرف الذهب من القشرة. إيه يا سيدي حكينا على بنات الوصول حكينا على امرأة تونسية اللي تقعد ديما أصيلة كسوة امرأة عصرية أو امرأة ريفية ما فماش فرق ما بيناتهم تقعد ديما السيمة متاحهم هي امرأة ونص خاطر هذيك هي المرأة التونسية اللي كنا فخورين بها. حكينا على العشرة وكيفاش نجم تكون العشرة وكيفاش نجم امرأة تصون العشرة وكيفاش الراجل نجم يصونها على خاطر كيف ما قلت لكم الحياة كلها مليئة بالتجارب بالامتحانات بالابتلاءات واللي يصبر ينال واللي صبرت عمر دارها. هذوما هما كلامنا الزمني اللي بيهم يصبرونا على الخايب قبل الباهي ويتعدى الخايب وما يدوم حال وما دام الحال من المحال. هذا هو شي يتقال لكن مش ديما اللي تصبر تنال ومش ديما كي تنال حاجة خايبة لا تنال كان الباهي. العشرة كي تدوم والصبر كي طول هذاك الكل فيه فايدة على خاطر بها هي تعرف قيمتها وتصون كرامتها وتكون عزيزة في دويرتها ويكونوا الناس كل دايرين بها وهكا هكا بها وتولي هي اللي تلم الناس الكل وتولي دارها هي الدار الكبيرة اللي يتلموا فيها الصغار يتلموا فيها الحبايب والأقرب ويتلموا فيها الصحاب وتبدأ دويرتها ديما عامرة وعامرة بوجودها على خاطر وجودها ما ينجم يعوض حد. اليوم ولت عنا دالجة حكاية هاي نمشيو لدار فلانة ما عادش نقول هذا ما عادش نجم نقوله هذا دار فلان ولت أكثر ماشية معانا دار فلتانة دار فلانة على خاطر دويرة فهمنا اللي هي ما تنجم تكون مزينة كان بالمرأة بالمرأة الأصيلة الصبورة اللي دارها ديما محلولة للناس الكل طيب بالخواطر ترضى باللي يجي وبها باللي يجي تعمل برشا حاجات ساعات نبهتو من دبارتها تبدأ تركينتها ساعات فارغة لكن تخرج وتدور وتباير تبدأ قدامها وتبدأ تحسب وتهندس وبعد عند الفطور تظهر العجايب ويقولوا يا مرأة مين جاتك هالأفكار تقول لك والله ما نودكم كان بالخير وما يصعب عليكم حتى شيء وكي نعطيكم من خيري هذيك كله محبة ليكم. وساعات نسمعها برشا الكلمة تقول لك المرأة كي طيب ميكلة بنينة على خاطر الميكلة نفوس. ايه يا سيدي على خاطر مقدار المحبة اللي تحطوا فيها أكثر من نفاحة. ساعات نطيبوا نفس الماكلة لكن واحدة تجي فاوحة عندها بنينة والأخرى تجي أنقص شوية تقول لك هذيك ونفسيتها كانها المرأة مرتاحة وزاهية مكتب شطلع بنينة ويدها باش تعطي الخير وباش تنزل فيها البركة وكي تبدأ المرأة نفسيتها تعبة تبدأ دنيتها تكون قد حتى من خيرها ينقص من يدها على خاطر هي مش باخذة ولكن مهيش مرتاحة. رتحوا نسيكم رتحوا أخواتكم رتحوا خالاتكم رتحوا عماتكم رتحوا جداتكم راهي المرأة بصفاتها الكل تقعد هي مصدر الحنانة وهي مصدر الأمومة واللي هي بها هي تعمر الدار وكي تخرج مخي ببلاصتها وقديش بلاصتها تكون كبيرة. الدار اسم الله العظيم ليش بها تقول ظلمة دحسة كحلة على خاطر هي اللي قاعدة تضوي فيها. ويقول لك الراجل المرأة ما نعرفها كان بطول العشرة على خاطر يقول لك زاد ناس بكري الدوام ينقب الرخام مش أي حد ولا أي مرأة نجم تصبر مش أي مرأة نجم تعدي فما اللي تعدي الكثير وفما اللي تعدي القليل وصبرها ينفد وتقول لك أنا ما عاش نتحمل وما عاش النجم على خاطر مش هي ما عاش نجم تنجم
على خاطر الغلط قاعد يتعاود، وساعات للراجل ما يفهمش روحه وتلقاها ما تحبش تجرحه وما تحبش تفيقه على روحه، وحتى كي تحكي كلامها ساعات يبدا مش مفهوم. قولوا هذه المرأة الحساسة ولا المرأة الخرنانة، عاود وكرت في نفس الحكاية، وهي ساعات ما تلقاش الكلام باش تتكلم. كيف ما قلنا المرأة حساسة دمعتها تسبق كلمتها وتبدأ بغصتها وما تحبش تحكي على اللي داخلها، وديما توري روحها اللي هي فرحانة ومتهنية واللي عندها ما عند حد. هذاك الكل جاي من الحكم، من التربة ومن الأصل متاحها. تلقاها تقولك أنا كوجينتي الدخلانية ما يعلم بها حد، وما نسلمش في كوجينتي، وما تحبش شكون يمثلها خاصة معونها. نحنا البنات كي نحكيو هكا نعرفو أميتنا نهار اللي تعطينا حويجة حتى في معون، تقعد نهار كله هي الدو وتقول لك وينو هاك المعون. إيه يا سيدي، كوجينتها ودويرتها عزيز عليها برشا. هذاك علاش المرأة كي تكبر تولي ما تحبش تخرج من دارها، على خاطرها ما تلقى راحتها كان فيها، تبدأ عزيزة غالية، تحس روحها هذيك هي مملكتها وما يلزمها يملكها مع حتى حد. تقول لك هذيك حرمة داري، ما يحط فيها حتى حد سيقو ولا يتدخل لي في شؤوني، أنا نفيت قرناطقة وأنا في دويرتي ما يتدخل فيها حتى حد، نعمل اللي نحب ونعمل اللي نحب عليه، على خاطر الكل مودة وحب للعزيز عليها. تبدأ هكا هكا بيهم وينحطكم يطبق الورد، وتبدأ تدلل في هذا وتدلل في الآخر، وتقول لك ديما حس روحي مقصرة، قد ما تعطي عمرها ما تحسب، وقد ما تعطي ديما تقول شوية. هذيك هي المرأة الأصيلة. في الفوق تلقاها كان في عركة تلقاها هي القاضي، وكان في لما تلقاها هي بولاة الفرح، وكان في ضحكة تلقاها هي الفدلاكة، وكان في القضية تلقاها هي الحاذقة، تلقاها هي الحرة، تلقاها هي الضخامة والفينة، وفين تحطها تتحط، وعمرها ما تقول لك لا أنا ما نجمش ولا أنا ما نحبش. ما تربيناش هكا، تربينا عمرنا ما نقولوا كلمة ما نعرفش. يزمك تخطص، يزمك تقدم، يزمك تخاطر، يزمك تجازف. اي نعم، الحقوق هذوما الكل المرأة التونسية ما خلطت لهمش ببلاش، خلطت لهم بعد معاناة كبيرة، معاناة كثيرة. كانت هي ديما في الصف الأولاني،
هي اللي دافعت على روحها ودافعت على اسمها ودافعت على مكانتها وأصالتها، دافعت على روحها في المجالات الكل ودافعت على وصولها في البلايس الكل، من طرف تونس لطرف تونس، من شرقها لغربها، من جنوبها لشمالها، وعمرها ما قالت لا. نفس الكلام، المرأة اللي باش تلقاه في الشمال هو بيدو في الجنوب، هو بيدو في الشرق، هو بيدو في الغرب، باش تقول لك انا والتونسية واحدة، ما يفرقنا لا جهوية ولا تفرقنا اثنية، نحنا كيف كيف. هذيك هي المرأة الحرة الزمنية اللي على وصولها وقت الجد الجد تلقاها هي الأولانية. ايه يا سيدي، هذا هو مثلنا متاع اليوم، وهذه هي حكايتنا وروايتنا، وفهمنا العبر وخرجنا الحكم، وأعملوا بنصيحة راكم تربحوا. وبالنسبة لي أنا كسونيا جبالي، ما نقعد نقول لكم كان رد بالكم تخيبوا، أقعدوا ديما صايبين وأقعدوا ديما متفائلين، راهي الدنيا مازالت بخير. وإن شاء الله عجبتكم حصتنا، ونشكر برشا أيمن ليغا كوتي تكنيك لأمن لكم الحصة هذه. وتلقاو فيديوهاتنا الكل على صفحة الحياة فام على الفيسبوك اللي أمنها لكم سهيل السامي. وبقالي كام شو نقول لكم، تبقاو على خير، وإن شاء الله موعدنا يجدد غدوة، وصباح على خير. أنا للا البيا، أنا ذهب بالرملة وخضار الأرض ودقة القلب، وأنا غدوة الزاهي والمستقبل الباهي، وفي حياتي صحتي خير من مالي وخير من خرسي وخل خالي. مع حياة البيا برنامج يجيكم من الاثنين للخميس من 9 حتى للعشرة متاع الليل مع سونيا جبالي. رمضانكم أحلى على الحياة فين.